قالت جريدة لو باريزيان الفرنسية في موقعها الإلكتروني أن فتاة أبلغت الشرطة في فال دو مارن أنها تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي من طرف نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي. وأضافت الجريدة أيضا أن الفتاة أرادت إبلاغ الشرطة بالاعتداء فقط دون تقديم شكاية رسمية في الموضوع. فما الذي حدث؟ قبل أن نتطرق إلى ما حدث، نريد أن نتذكر جميعا أن هذه رواية الفتاة فقط في جريدة لو باريزيان الفرنسية، ولا يعني ذلك بأي شكل من الأشكال أن ذلك هو ما حدث فعلا. فحسب الجريدة، تعرف أشرف حكيمي على الفتاة في 16 من شهر يناير الماضي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وتواصل الاثنان في إنستغرام إلى غاية يوم السبت الماضي، حيث التقى أشرف مع المشتكية بعد حضورها إلى بيته على متن سيارة أوبر دفع ثمنها اللاعب المغربي. وداخل البيت ادعت المشتكية أن حكيمي قام بتقبيل لها رغم معارضتها، وحاول نزع ملابسها قبل أن تدفعه بقوة وتتمكن من الفرار. وحسب جريدة لو باريزيان، فإن الشرطة الفرنسية بدأت فعلا في البحث في الموضوع.